يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى أن شرع للعباد أن يقيموا ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يقيموا شعائر الله جل وعلا، وأن يهيئوا لإقامة ذكر الله وإقامة الشعائر ما أمرهم الله عز وجل به من رفع بيوته، ألا وهي المساجد. فقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن مما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يعتنوا ببناء المساجد وبإقامتها وبرفع اسم الله تبارك وتعالى فيها. ولذلك أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اهتم ببناء المسجد الذي هو مكان لتعليم الناس أمور دينهم، ومكان يربى فيه الصغار ويربى فيه المجتمع، ويتعلم فيه الأخلاق والآداب، ويتعلم فيه الأحكام والشرائع، وهو المفزع للمؤمنين عند حصول الخطوب أن يتشاوروا في أمر دينهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وجاء في فضل بناء المساجد أحاديث كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كان على مفحص قطات، يعني عش القطة، والقطة طائر معروف يعرفه الناس وعشه صغير، فلو بنى الإنسان، ولا يمكن أن يبني إنسان للناس مسجدا على هذا القدر، ولكن هذا فيه بيان فضيلة رفع المساجد وتشييدها وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى فيها. ولذلك مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وشرفه ببناء أول مسجد في الأرض، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبناء هذه المساجد فيه فضائل عظيمة وفيه أجور عظيمة، فإنه ما من مصل يصلي في هذا المسجد إلا وكتب لمن بناه الأجر، وما من ذاكر يقرأ القرآن إلا وكتب لبانيه الأجر، وما من إنسان يتعلم شيئا من العلم إلا وكتب له الأجر. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. ولذلك قال العلماء: الرفع لبيوت الله والمساجد نوعان: رفع مادي، وذلك بإقامتها والمحافظة عليها وتشييدها و
تطييبها وتنظيفها، وألا تجعل هذه المساجد لشيء من الدنيا. شاكد النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان أو يبتاع في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومن رأيتموه ينشد الضالة، زل رحت له بهيمة أو فقد حاجة ما يجي المساجد يطلبها، قال فقولوا لا رد الله عليك ضالتك، فإن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله عز وجل وإقامة الشعائر وتعظيم الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن من رفع بيوت الله عز وجل، وهو الرفع المعنوي وهو أعظم الرفع على الإطلاق، أن هذه المساجد إنما بنيت لتعمر بتوحيد الله عز وجل وبدلالة الخلق على الله، وبأن تدعو العباد إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأهل الإيمان الذين هم أهل العقيدة الصحيحة هم من يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى، وده أعظم ما عمرت به المساجد، إن هذه المنابر تعرف الناس بحق الله عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو رديفه على حمار يقال له عفير، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا الحق هو الذي من أجله بنيت هذه المساجد، إن تعلم الناس إن النفع والضر بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بأن يعبد الله عز وجل وحده فيدعى وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله رسولا مقربا، رسولا نبيا حبيبا إلى الله، أو ملكا مقربا إلى الله، أو وليا صالحا يعمل بما أمر الله، أو جنا أو شيطانا أو قبرا أو حجرا أو شجرة أو غير ذلك، لا تصرف لها العبادة أبدا. من أجل ذلك بنيت هذه المساجد، بنيت هذه المساجد لئلا يستغاث بغير الله فينادى الأموات وأصحاب القبور. لابد أن تكون هذه هي رسالة المساجد، تعبد الخلق لله، لأن هذا حق الله. كثير من الناس الليلة ممكن يشاكل أخوه ويشاكل أبوه ويشاكل عمه ويقطع أرحامه لأنه شالوا منه شبر من وطاطه، فكيف بحق الله الذي لو لم يأتي به الإنسان لكان خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب على الناس أن يقيموا هذا الحق وأن يصرفوه لله تبارك وتعالى. لا أحد يتصرف في الكون، لا أحد يهب الذرية ويدي الجنة، لا أحد يعلم الغيب، لا أحد يأتي بالرائحة. كل ذلك من العقائد الباطلة التي يجب أن تكون رسالة المسجد تصحيحا لهذه الشركيات والبدع والوثنيات التي انتشرت بين كثير من المسلمين. من رسالة المسجد أن يعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كلام كل إنسان، سواء كان رئيس حزب أو شيخ طريقة أو رئيس جماعة، كلهم كلامهم تحت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يعظم الناس السنة ويعظم الناس الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من رسالة المسجد أن تعلم الناس أمور الدين من أمور الفقه وغير ذلك. ومن رسالة المسجد أن يكون هذا المسجد مكانا يلتقي فيه المسلمون ويؤلف فيه بين المسلمين وتحل فيه مشاكلهم، وأن يقف الناس في هذه المساجد يتفقد بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه أيضا من رسالة المساجد. أما أن تكون المساجد معطلة من الدعوة إلى الله ويحارب فيها من يقول قال الله قال رسول الله وألا يذكر فيها الحق، فما لهذا بنيت المساجد. ولذلك نحمد الله تبارك وتعالى على أن من علينا بهذا المسجد وهذه النعمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي من قام ببنائه خير الجزاء وأن يبارك له في أهله وماله. ونسأل الله أن يجزي جيران المسجد، فإنهم وقفوا وقفة صلبة قوية حتى يقوم هذا الصرح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم جميعا وجميع أهل هذا الحي، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم يا حي يا قيوم، صب علينا من الرزق صبا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم الموتى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام يعني الحمد لله فيه كفاية. وإذا أردنا أن نذكر الناس بشيء، فإن الناس يا أخواننا يحرصوا ويشكروا هذه النعمة. ربنا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمسجد ده مسجد للمسلمين كلهم، لا تابع لجماعة ولا حزب ولا طريقة، لأنه ده حرام ذاته. ومن رسالة المسجد أن لا يفرق المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزاب وجماعات، لست منهم في شيء. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال العلماء: وحق التقوى أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن أخواننا الليلة في مصائب كثيرة وفي أفكار كثيرة غزتنا وبقت تضرب في عقيدتنا. زول ممسكين المناهج شهرين ما تم، قال نشيل القرآن من الشفع الصغار ونجيب بدل الموسيقى. كلام ربنا سبحانه وتعالى دار يبدله بكلام صعاليك فنانين وغيرهم وموسيقى وكلام فارغ. وزول يطعن في القرآن، ده ذاته المسؤول من المناهج اسمه القراي، هسي الآن ماسك ده،
قال القرآن المكي تمام لأنه قرآن إنساني حسب كلامه، ما هو تابع لمحمود محمد طه. قال لكن القرآن المدني ده يهوذاته الطبقوا ناس داعش. شوف الزول ده كلام مسجل بالصوت والصورة وكل مرة بعيد فوق. قال ده العملوا ناس داعش إنه يقتلوا الناس بغير وجه حق ويخربوا البلاد ويفسدوا في العباد. قال ده عملوه الصحابة والرسول. ده اسمه القراي. والله لو ما مصدق خش النت اكتب دكتور القراي. كلام سيء وده كفر بالقرآن. يا اخي القرآن المدني وغايظه ليه؟ لأنه ذول مجرم وضال، ولأنه شيخه عنده كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام. قال الرسول محمد، رسولنا يا أخوان محمد صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الرسالة الأولى وانتهت. قال لكن في زول تاني حيجي هو رسول الرسالة الثانية للإسلام. قال لأنه الرسالة الأولى ديك ما نافع. وهو طبعا غايزه إنه القرآن كله قرآن كلام كامل. ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما في ذول عاقل بيقرأ القرآن والقلو أمري بحاجة إلا يتكيف إنه ربنا أمر به. يعني العقل ما بقول يا ريت لو الله ما أمر به. الدين له في القرآن. ربنا قال أوفوا بالعقود. ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم المواريث. ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر بالنفقات. ربنا نهى عن أكل أموال اليتامى. ربنا نهى عن الزنا. ربنا نهى عن الظلم. ربنا نهى عن الشرك. ربنا نهى عن السرقة. ربنا نهى عن شرب الخمر. ما بتلقى حاجة ربنا نهى عنا العقل ساي. لو زول عاقل لو ما مسلم ذاته بيقول يا ريت لو كان دي حلال. ما في. عشان كده يا أخواننا الإنسان يتحير من بشر زي ديل بيقول ليلة يرفع عقيرتهم ويطعن في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النازل دارين يغيروا مجتمعنا يا أخ. واحد من الجماعة ديل العلمانين بيقول إنه قال أنت ليه بيتك قاعد موجود ومشهور الود ده مشهور عرفته في أرض الاعتصام ذاته في القيادة دي. قال ليه الأب والأخ بيسأل بيته جاية ليه الساعة 12 بالليل وجاية من وين وماشية وين. النازل دارين بينا شنو دارين مجتمعنا ده يكون مفكوك، يكون مجتمع منحل ما فيه قيم. انت تبقى راجل ديوث في البيت دارين كده، البيت تمرق زي ما داير، تجي خاشة زي ما داير. ما تقول لي الله قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. ما تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال القراي ده ذاته قال مسألة القوام على النساء ده ظلم للنساء. يا اخي ربنا قال الرجال شنو قوامون على النساء. لأن يا أخوان الراجل العلماء قالوا غيرته على أولاده أكبر من المرأة من زوجته. والراجل بيحمي البيت وبيقيف عليه وبيأدب وبيمشي يتعب. فربنا اداه القوامة وهو أقوى من المرأة في قلبه وفي جسده، والمرأة أضعف من الرجل في قلبها وفي جسدها. ده كله لابد يعلمه للمجتمع عشان ما يطلعوا شبابنا يا أخواننا شباب ضايع، شباب ما عارف دينه، شباب يعني شباب ملخبط وراسه ما معروف اتجاهه وين. يا أخي ناس يطعنوا لهم في الدين قدامهم يطعنوا لهم في الدين. لا في زول بيزعل لا في زول بيغضب. ده سببه شنو؟ ده سبب تأثر كثير من الناس بهذه الأفكار الباطلة وبأنه المنابر دي ما مؤدية دورها. تلقى خطيب ما بيحترم عقول المصلين، عنده ورقة 30 سنة الناس حافظينها. عشان كده بتلقى كثير من الناس بيشيل مصلايته وبيجي مع الصلاة، يجي يصلي ويفوت. ليه؟ لأنه ما محترم عقولهم. لا بيمشي يحضر. يا أخي الدين ده كثير، لو فتحت أي كتاب تلقى الدين ده ما شاء الله. تعال كلم الناس دي، علم المسلمين، وريهم دينهم، عرفتها؟ علم الناس، علم النساء، علم الأطفال. ولذلك برضو من رسالة المسجد يا أخواننا إنه يكون في تعليم للشباب والأطفال. الناس تعمر حلقات العلم.
والدروس، وتعلم الأطفال الصغار القرآن. والقرآن إذا الولد الصغير يتعلمه ربنا سبحانه وتعالى بارك له في عمره وبيحفظه غير الأجر في الآخرة. وفي تعليم الأكاديمي ذاته، تعليم الأكاديمي بيمش لي قدام يا أخوان. نزل حفظ كلام الله ما بيحفظ ناس جداد يلقط الحبة دي، ها، ولا ناس مين توتي في الصباح ما بيحفظها. عشان كده بتلقى أميز الناس في المدارس والجامعات الناس اللي بيحفظوا القرآن ودارين يفهموا الناس إنه حافظ القرآن ده عبارة عن شحات. وده للأسف الشديد، لأنه كثير من الناس اللي بيأكلوا باسم الدين خلوا الدين تجارة. زول حافظ قرآن تمشي تشحت به ولا تعلمه للناس؟ ربنا رفعك يا أخ عمر بن الخطاب بالقرآن. عمر بن الخطاب جاب الوالي من الولاب عنه لأنه الخليفة الكبير، قال لي من وليت على أهل مكة؟ أهل مكة ذاتهم وليت عليهم منهم؟ قال فلان. قال من الموالي أو من العرب؟ قال بل من الموالي. قال فمن وليت على أهل فلان؟ على كذا. قال فلان. قال من الموالي ولا من العرب؟ قال بل من الموالي، لغاية ما عد كم واحد. فقال عمر أما إني سمعت. قال له فلما وليته؟ قال لأنه يحفظ القرآن وعالم بالفرائض. قال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شاكده بدل ما يعلم الناس الباطل يعلمهم القرآن، يحفظ الأولاد القرآن، ده بزيد في فهم الطالب. لأن أخواننا القرآن فيه ذكاء وفيه نور وفيه توفيق للإنسان الذي يحفظه، وبنشط له والذاكرة بتاعته بخليه إنسان يعني ذكي، وبنشطه في جسمه. لأنه دائما بتلقى الزول المهتم بالقرآن وبيحفظ القرآن وبيقرأ القرآن كثير تلقاه من قبل الصبح بيقوم، وبعد الصبح ما بيمشي ينوم بعد الصبح. تلقى إنسان نشيط، تلقاه إنسان حاضر الذهن، تلقاه إنسان طيب النفس منشرح الصدر. فدي أخواننا رسالة المساجد، ويعلم النساء ويعلم الأطفال والبنات كله يكون تعليم، ويكون المسجد يا أخواننا ما زي حال كثير من المساجد تبنى وتلقى ملانة غبار ما في أي ذول بيخشها، وتلقى المساجد محل لعبور الحيوانات، وتلقى الناس بعيدين من المسجد. فلا بد يا أخواننا أن تعمر هذه المساجد، وأن تكون وأن يكون المسجد هو المكان الذي ينطلق منه المسلمون، وأن يكون المكان الذي يصلح فيه في المجتمع. هذه هي رسالة المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم جميعا في هذا المسجد، وأن يكون هذا المسجد وهذا الحي نموذج للناس أن يقتدوا به وأن يؤدوا هذه الرسالة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ذكر ووضح الهدف من بناء المساجد، وربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه المساجد تبنى لذكر الله سبحانه وتعالى. والشيخ أيضا ذكر أمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد وما بيع الحاجات المحرمة المنهي عنه في المسجد. الحاجات الحلال السكر والزيت والبصل والرغيف، إذا كان دي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه في المسجد، فما بالك بغيره. لما نيجي زول في مسجد من مساجد المسلمين يبيع لهم شركيات، يبيع لهم حجبات تمائم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرهط العشرة جوا عشان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. قالوا يا رسول الله بايعت تسعا أو بايعت هؤلاء وأمسكت عن هذا؟ قال إنه معلق تميمة.
فقطعها الرجل فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فالليلة عندنا حال كثير من المساجد مخالفة للهدف الشرع ربنا سبحانه وتعالى من بناء هذه المساجد. مسجد الناس يبنوا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، إمام المسجد يعلم الناس إنهم يعبدوا غير ربنا سبحانه وتعالى. وعندنا الأمثلة كثيرة، ما في السودان ولا في ولاية غرب كردفان في الفولدي مساجد أئمة يدعوك لأنك تعبد غير ربنا سبحانه وتعالى، بل يتعدوا على حق الرسل والأنبياء. إمام عندنا هنا في المسجد الكبير الناس المتابعين اسمه بشارة، قال سليمان عليه السلام كان بيتعامل بالسحر، والسحر معروف كفر، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر. الشياطين دي كفرت لأنها كانت بتعلم الناس شنو؟ السحر. فكيف زول يقوله إمام بإمام المسلمين ويعلم المسلمين الدين، يتهم نبي من أنبياء ربنا سبحانه وتعالى بأنه كان يتعامل بالسحر وأنه كان ملكه بسبب السحر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له، ما مننا، ما من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، زي الناس البجوا في المنابر يقول لك تنادي غير الله عادي، في الشدائد تنادي غير الله، كان عتيرتا نادي فلان، يقول لك نادي ركينيك كالبرق رمش يلف الغرقان يبقى الوينش. وربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما تنادي مع الله أحدا دي أي حاجة، لا ملك لا نبي لا ولي لا صالح لا طالح، ما تنادي مع الله أحد، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وده المفروض أئمة المساجد يعلموا للمسلمين، لكن لما أي زول بقى يعلم الدين بتاع طريقته ويعلم الدين بتاع جماعته ويعلم الدين بتاع حزبه، ياهو الحال الليلة حال المسلمين، يكون في الصف الواحد كذا عقيدة، الصف الواحد في المسجد تلقى زول عند ده عقيدته في فلان وده عقيدته في فلان وده عقيدته في الله، ده إذا عتر بنادي الله وده إذا عتر بنادي منه، بنادي الشيخ، ده لو دار يسأل بسأل الله وده لو دار يسأل بسأل منه، بسأل الشيخ. وعندنا أمثلة كثيرة، شيخ يغش الناس يقول لهم أنا نزلت علي مطرة بتاعة عطور وكريمات في يوم كذا كذا، واليوم ده يكون حولية كل سنة الناس شنو يجي يقول لك دي كرامة أبونا الشيخ، يجي يدفع للشيخ والله أنت طبعا ربنا أكرمك ونزلت عليك مطرة بتاعة عطور وكريمات وده حق الزيارة، وكله كذب، ما في كلام زي ده. فدي من العقائد الموجودة التي يجب أن تصحح، وبتصحح وين العقائد الفاسدة دي؟ تصحح في المساجد، لكن دائرة منه؟ دائرة خطيب بس يعلم الناس. والسبب الليلة بتاع ضنك المعايش والمشاكل الموجودة وعايشينها الناس معظمة أو أغلب في الشرك، أغلب الأسباب في الشرك بربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ضرب أمثال كثيرة في القرآن الكريم، قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا.
الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلما الناس يعبد ربنا يوحد ربنا ويفرض العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتبع حزب ولا يتبع طريقة ولا يتبع جماعة، ده الإسلام الدائر ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده الطريق المفروض كل المسلمين شنو يكون عليهم، على الكتاب والسنة، يعبد الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع انتهى، ما في زيادة على كده.